كيف تمكن المغرب سيدي من تحقيق هذا التراكم على مدى السنوات الماضية؟ طبعا الإرهاب ضرب في المغرب في العام 2003 وكانت ضربة قاسية آنذاك موجعة، لكن سرعان ما استطاع المغرب أن يجابه الخطر الإرهابي بمنتهى النجاعة والفعالية، واستطاع أن يدبر الملف الذي ربما حارت في تدبيره قوى دولية مهمة، تحول إلى رقم صعب في هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي طبعا الذي يوجد فيه المغرب. هناك الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، هناك أيضا التواجد بالقرب من أوروبا. كيف حقق المغرب ذلك في ظرف هذه السنوات الوجيزة؟ أولا كما قال زميل من قبلي أنها كانت هناك تراكمات منذ 16 ماي 2003، ولكن السر الأساسي الذي أبهر الأجهزة الاستخباراتية في العالم حول نجاح الاستخبارات المغربية في تفكيك أكثر من 160 خلية إرهابية دون احتساب التعالب المنفردة ليلو إيزولي، يرجع إلى سبب أساسي وهو نجاح المغاربة في تقاطع المعلومة ذات المصدر البشري مع المعلومة ذات المصدر التكنولوجي. فالمغاربة استطاعوا، وهذه يعني وصفة استخباراتية لا يمكن للآخرين أن يقومون بها، في مزج المعلومة البشرية ليليمون هيما وما بين ليليمون تكنولوجي، فيمكن لهذه الدول قاطبة التوفر على بنك معلومات جيد غني ثري من المعلومات، ولكن تحليلها وتقاطعها فهو ضعيف جدا. فالمغرب حقق هذا السبق في مزج المعلومة البشرية مع المعلومة التكنولوجية، إضافة إلى التعاون الدولي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى التي لا يمكن استغفالها في هذه الحرب المتواصلة والمتصاعدة. وبالتالي فاللغز الكبير هو نجاح المغاربة بأساليبهم الخاصة و بشبابهم وبكفاءاتهم التكنولوجية من تحليل المعلومة البشرية عن طريق إدخال معايير البيج داتا والديجيتال في تفسير وتحليل أي هجوم إرهابي، ويتم إجهاضه قبل أن يقوم الإرهابي بعمليته الجبان.